ضيفي النهاردة واحد من اللي كتبوا أساميهم في قائمة الموهوبين بالبنت العريض ما بين اللعب والتدريب وتقديم البرامج الرياضية. إيه تفسيرك لرحيل الحضري المفاجأة عن تدريب المنتخب الأولمبي؟ تفسيري إن هو الحضري. تفتكر ممكن يرجع يدرب حاجة في المنتخب تاني؟ لو الناس اللي بتشغلوا برا مصر رجعوا تاني مسكوا الكرة في مصر. مين الناس دي؟ كابتن ميدو اتهامات خطيرة. انت عارف انت بتقول ايه دلوقتي؟ طبعا 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 احنا بنسجل على فكرة. امام عاشور راجع تاني الاهلي. يبقى عبيط لو راح الاهلي؟ طبعا. ممكن نشوف ميدو في يوم من الايام رئيس نادي الزمالك؟ تقر وتعترف انك بتعرف تتكلم عن التدريب افضل من كونك مدرب في الملعب. قلت الوداع لنزوة كانت هتبدأ وبعدها افتكرت انك متجوز وبتحب مراتك؟ كانت هتبدا؟ اه لا لا بدات خلاص. حب رسالي يوميا في رمضان مع الاعلاميه اسماء ابراهيم حصريا على القاهره والناس. اهلا بكم في العاصمه.